ساسنوفيتش وصلت الى عثمان ديمبلي، ممتازه ممتازه الى سيميدو، كره اولى خطيره، عرضيه تاتي ولكن التغطيه كره وصلت الى ايفان راكيتيتش بعرضيه ترسل عاليه لكن فاصل مهاري. يا سلام، الله الله، عثمان ديمبلي وعرضيه الان تاتي لكن مره عرضيه ترسل عاليه، تغطيه موجوده لكن هنا ميسي والتصويبه سيرخيو أسينخو يتصدى لأولى الكرات في دوري أبطال أوروبا. هنا سيميدو بانطلاقة تأتي وبعرضية أخرى تأتي لكنها في دفاع المباراة على مستوى بطولة الدوري، بينما هنا لدينا وصول عن طريق ديمبلي، عرضية ترسل عالية لكن في الأخير بانيول عند الكرة، بعد ذلك الضغط العالي، جيرارد يحاول، جيرارد هذه الكرة في اليمين، محاولة ما زالت عن طريق سامو، سامو يحاول، سامو يسدد لكرة القدم، هنا عثمان ديمبلي منقولة هذه الكرة، محاولة إيفان راكيتيتش والتسديدة هنا تأتي لكن جانبت القائمة الأيسر، ممتازة نعم هو واحد كذلك من الكرة ممتازة، هنا جوردي ألبو وعرضية ترسل عالية لكن ذلك التفويت من ديمبلي، عثمان ولكن كرته كانت سهلة، ديمبلي بكرة أولى لكن كانت الحرة المباشرة في البحث عن الهدف الأول، كرة ممتازة ولكن هنا أسينخو يتصدى، هذه المرة أسينخو استمر، عرضية عالية فرصة عثمان يسار، محاولة جوردي ألبا عند الكرة، عرضية عالية خطيرة كانت من جانب فيدال لكن في الأخير تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى رمية تماس لفريق فياريال، كرة تمريرة ممتازة، كرة منقولة عن طريق سيميدو، سيميدو وعرضية الآن تأتي طريق عثمان ديمبلي في اليمين، عرضية ترسل عالية خطيرة، الله جول سجل أول أهداف البارسا في هذه اللحظات، نعم عندما تغيب الحلول يظهر جيرارد، عندما تغيب الحلول يأتي بيكيب ليسجل أول أهداف مثل ما فعل في المباراة الماضية كوتينيو، البحث عن الثاني الآن جوردي ألبا، عرضية توتي يملك كرة الرد السريعة إلى جوردي ألبا، من جديد كاد الثاني أن يأتي ولكن هدف الأول، بينما هنا لدينا محاولة لفريق فياريال، عرضية تأتي لمصلحة نادي فياريال، بينما هنا كرة خطيرة جوردي ألبا ينطلق يحاول، فرصة تأتي جول لكن لا تغطية، راكيتيتش منقولة هذه الكرة، وهنا تأتي صفرة حكم الإيقاف خوسيه منويرا موتيرو، لم يضف دقيقة وهي دقيقة وقت محتسب، بدل الجانب الأيمن عثمان السريع، هنا لديه الكرة، عرضية توتي ولكن التغطية كانت موجودة، جوردي ألبا، ميسي لديه الكرة، عرضية لا تأتي خطيرة، الله الله فوت الكرة كما ينبغي للكرة عن طريق ميسي، ميسي عند الكرة، ميسي يتقدم هنا يسدد لكن جماهير برشلونة على نتيجة هذه المباراة، هنا ديمبلي وركن عثمان ديمبلي، ديمبلي وعرضية الآن تأتي ممتازة لكن في الأخير إيفان راكيتيتش لم يسدد الكرة الماضية، لم الكرة تصف اليمين، محاولة لمصلحة فياريال خطيرة طريق سامو شاكويزي يرسل لك كرة عالية طويلة راسية جيرارد، بينما على اليسار محاولة جوردي ألبا بكرة منقولة خطيرة الآن تأتي خطيرة الأرسنال ما قبل الإصابة، لكن هنا لدينا ديمبلي وعرضية ديمبلي أتت لكنها بعيدة، لا وجود لأي لاعب يقابل هذه الكرة، وكذلك الكرة في الأساس كانت قوية وبعيدة إلى خارج إيفان راكيتيتش، تمريرة إلى ديمبلي، عرضية تأتي ولكن راية مرفوعة والتسلل كان موجود في الكرة الماضية، وبالتالي إلى ركرة ومحاولة مستمرة لمصلحة فياريال خطيرة لفياريال، سانتي كاثور على تنفيذ، هنا سانتي كاثور ولكن كرة بعيدة تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى ركلة مرمى لمصلحة برشلونة، سانتي كاثور لا يرسل لك كرة إلى أقصى اليسار خطيرة لفياريال، وصلت إلى الطرف الأيمن عن طريق سامو شاكويزي يرسل لك كرة عالية من عمر هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء، ونحن نتحدث عن ربع، كوتينيو يحاول يتقدم يسدد ولكن إلى خارج الملعب، واحدة كذا كرة تصل إلى الجانب الأيمن عن طريق ديمبلي، ديمبلي إلى عثمان ديمبلي، ديمبلي وعرضية عالية، كرة ما زالت، مالكوم يا مالكوم، مالكوم بالكرة الرأسية بالمحاولة إلى ديمبلي وعرضية تأتي لكن صدمت في المدافع، أن يجد منفذ، هنا المنفذ وهنا طريق مفتوح، هنا ثاني جول
وثاني الأهداف، هدف الأمان وهدف الاطمئنان وهدف ليوصل الضمان. البارسا يسجل ثاني الأهداف عندما وجد المنفذ، مرر الكرة بصورة جميلة وبعد ذلك كان. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.